لزيزة بشدة 5.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء في محافظة فارس جنوبي إيران، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في البلاد. كما صرحت وكالة فارس للأنباء أن الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة تأهب في المنطقة المتضررة دون أن يصدر أي معلومات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية. كما وقع الزلزال على عمق 16 كيلومترات تحت سطح الأرض في ضواحي مقاطعة بندر عباس جنوبي إيران.